من أعظم البصمات ما كان خفيا تقيا لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو أبقى وأنقذ للإنسان. لذلك دائما الإنسان عندما يعمل بصمة ليكن همه ليس أن يذكر ولا أن يشهر ولا أن يشكر، ولكن أن يؤجر. ثمة بصمة تسمى حرك أصابعك فقط. أعطيك أنا بس تجربة بسيطة. لو أنا عندي برودكاست إيجابي أو أيا كان أرسلته لاثنين، الاثنين أرسلوها لاثنين، يليت تضرب اثنين في اثنين، اثنين هذا اليوم الأول، أيوة، في اثنين هذا اليوم الثاني، بدون يساوي، خليها ضرب على طول، أيوة، في اثنين هذا اليوم الثالث، أيوة، في اثنين اليوم الرابع، الاثنين هذول أيضا أرسلوها لاثنين، اليوم الخامس، التاسع عشر، 20 يوما، 21 يوم، 22 يوم. طيب كم عندك ما كملت شهر، كم طلع عندك الناتج المجموع؟ 4,194,304. لاحظ 4 مليون. لا، لو كملنا بقية الشهر سيتجاوز 1 مليار وشوي. الله. تخيل لو هذه الرسالة كانت غيبة أو صورة ماجنة أو بدعة أو حديث لم تتأكد من صحته أو فيه سبة لأحد أو لقبيلة معينة أو حتى لنادي تشهير في لاعب، هذه إذا انتقلت وكل واحد من أصحابك أرسلها الواحد بس، تخيل بعد 25 يوم وأنت نايم في مرقدك أو لاهي أو ربما تصلي أو ربما في الحرم عندك 40 مليون سيئة بسبب رسالة أرسلتها. تأمل لو كانت العكس، نشرت الجميل والمليح وتركت القبيح ونشرت الخير وأنت في قبرك وهذه عداد الحسنات يجري بإذن الله تعالى.